الحلقة. رسالة جات لاستغاثة على صفحة البرنامج من أحد الأشخاص، قال لي فيها إن ليه جار حالته صعبة جدا وفي حاجة لمساعدة، نتيجة إن في محتاج لمساعدة، إن في شاب حصلت له حادث حريق في البيت وعملت له تشوهات. أنا بقرأ لكم زي ما جات لي، تشوهات في الوجه وفي كل جسمه. الشاب بيقول، بيحكي عن الراجل، بيحكي عن الشاب، بيقول إن الشاب ده حياته تحولت 180 درجة بعد الحريق. بقى بيخاف يخرج من البيت، بقى بيخاف يروح المدرسة غير في أوقات الامتحانات. ليه؟ عشان بيحصل تنمر بيه والناس تتعرض له في الشارع، وده شيء مؤلم، وفي كل مكان بيروح له بيشعر بالتنمر. وكمان لما بينزل الشارع بيغطي وشه علشان ما حدش يسمعه كلمة تجرحه. اسمه علاء محروس. علاء نفسه يعيش حياته زي بقية الشباب ويرجع لحالته الطبيعية، وده مش هيحصل إلا من خلال عمليات جراحية في الأنف والفم وجفون العيون وزرع شعر حواجب، بالإضافة لجلسات ليزر. وكتب لي في الرسالة إن ده هيتكلف 130,000 جنيه. الحقيقة على طول أول ما جات لي الرسالة أنا كلمت فريق الإعداد وقلت مع بداية حلقة النهاردة في البرنامج إن هو هيكون معانا. فأنا معايا في الاستوديو علاء. اهلا بيك علاء. اهلا بيك والف سلام عليك حبيبي. ومعايا والده الاستاذ محروس محمد كامل، ومعايا والدته الست نظيره السيد عبد المعطي. اهلا بحضراتكم. احكي لي حضرتك بتشتغل ايه؟ انا تاجر ببيع سمك في السوق عندنا. انتم منين اساسا؟ احنا من ابو حمص من البحيره. من ابو حمص من البحيره. بتشتغل تاجر سمك؟ ببيع سمك في السوق. وحضرتك بتشتغلي ولا لا؟ وعلاء بيشتغل ولا انت ده؟ لا سنه كامل علاء. أنا في تانية سنة ودلوقتي. في تانية سنة. عندك كم سنة حبيبي؟ 19 سنة. 19 سنة. إيه اللي حصل؟ اللي حصل اللي كان طالع يجلد الدفاتر بتاعت سنوله إعدادي، كان لسه داخل بقاله أسبوع فيه، لقى الأنبوبة بتنافس، راح على الأنبوبة يهبط فيه، جت البوز بتاع الأنبوبة طاير ولح في وشه، دخل استخبى في ركن المطبخ كده وإحنا ما نعرفوش اللي هو جوه. سألنا العيال فين علاء، قال علام طلع. بعد الأنبوبة ما خلصت بنص ساعة لجنا على لزق في الارض ولا مسلخ بحاله، ما فيش حاجه فيه سليم. تاني في المستشفيات بقى، يروح المستشفيات ويعاني، بقالنا 6 سنين ماشيين بيه في مصر وفي ابو حمص وفي دمنهور وفي كفر الدوار، والحاله وصلت وخلص، ما عادش في فلوس نكمله علاجه خالص. مفيش اي امكانيات ماليه عندك؟ والله الحمد لله. الحروق عندك فين يا حبيبي؟ في الجسم كله. جسمك كله ده حد. بس انا مش عايز حاجه من جسمي، يعني انا عايز وشي بس عشان اقدر اشتغل. ما بروحش الا يوم الامتحان بس، واروح المدرسه بس. انا قريت في رسالتك اللي جات لي الحقيقه من جاركم، وكتر خير جاركم على فكره. الله يبارك له. والله الراجل دليل الخير، يعني الراجل ما كلمش، ما بعتناش ان انا عايز حاجه، قال ده انا عايز لجاري حاله. فالراجل بيحبك واضح جدا يعني. ايوه استاذ ابراهيم يشكر، جزاه الله كل خير. الله يكرمه يعني. أيوة. انت ايه اللي حصل لك احكي لي؟ اللي حصل لي الحريقه. اللي حصل لي ان انا دخلت المطبخ اطفي اقفل الانبوبه، فبدل ما اقفلها فتحتها، الغاز كان شغال على الاكل على البوتاجاز، يعني الخرطوم طاير، خد نار من البوتاجاز وضرب في وشي، اغمى عليا، ما فوتش بعدها غير وهم شايلين رايحين بيها المستشفى، وهم اغمى عليا تاني، قعدت اسبوع اغمى عليا ما مش في الوعي خالص، لحد ما رحت هنا مستشفى الدروية عند أحمد خضر، ولفي لي جسمي وقعد يقول. أنت اللي فهمته أنك أنت مش بتقدر تنزل الشارع؟ لا والله، لو نزل العلبة تخاف الصغيرة وتبص تلاقي الناس تبص له بصات، يعني خايفين كده هيجرب عليهم ويروحش المدرسة اليوم الامتحان.